بيديما نعمة عليهم وعلى طول يبقى فوز على طول. هو النادي الاهلي طبعا معودنا على كده. يمكن اللعيبه الحمد لله النهارده بقى هي مباراه يعتبر من مباراه متوسطه. الولاد ادوا على قد امكانيات الماتش ان شاء الله. يمكن انا كمان، انت يمكن سامعك بتتكلم على المصابين، لا انا عندي كميه مصابين كتير قوي وكلهم من المنتخب، يعني جايين لي من منتخب المعسكر. فرقه بتلعب كل 3 ايام ماتش، فعندهم 17 سنه، يعني من ضمن الحاجات يروح معسكر، يجي قبل المعسكر ب3 ايام يلعب ماتش، وكل 3 ايام ماتش المفروض. يعني يمكن كمان العدد كمان في عندنا كمان الحمد لله يمكن اكتر لعيبه. يمكن انا اقعد نفسي اتكلم مع كابتن ربيع، طبعا اتكلم معاه في الموضوع دوت. انا جاي لي 5 لعيبه مصابين، يمكن رقم كبير جدا. طب العب بمين؟ بس هي دي الفكره. بس الحمد لله النهارده الولاد قدوا، ان شاء الله الجاي احسن. النادي الاهلي كده احنا زي ما احنا اتربينا في النادي الاهلي على الروح ديت وعلى الاداء دوت، يمكن كمان بنعود لعيبتنا على الاساس ده، ان هي تخدم بعد كده الفريق الاول، ان هي بروحها دي حتى كسبانه 10 كسبانه 20 مغلوبه 10 لازم يبقى بالروح ديت في الناحيه الهجوميه وفي الناحيه الدفاعيه. لو هم اخوات وبيحبوا بعض، يمكن فيها المنافسه الشريفه بينهم على الهداف، دي حاجه كويسه جدا. يمكن ابو هاب جايب 7 اهداف وشادي جايب 6 ولا 7، ده في كمان في تحت كمان عمر رزق طالع على 4، محمد اشرف 5، في يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر اكبر كميه هداف الفرقه من عندنا في النادي ان شاء الله. اولا بشكر ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله على المكسب النهارده والمكسب اللي فات طبعا، وربنا يكرمنا دايما ان شاء الله باذن الله، ويكون من الهدافين ان شاء الله باذن الله، ويكرمنا جميعا ان شاء الله، ودايما مثلا ناخد ماتش وماتش. النهارده خلصنا الماتش، ركز الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله. اما تعليقات الكابتن احمد دايما شغاله بشكل كويس على شكل الهجوم مثلا في التمرين، ودايما كويس معانا في الشكل الهجوم، بيشتغل مثلا بيقول لي ما تطلعش من بره كتير مثلا، ودايما بيقول لي انت راس الحرب مثلا بيحط اللي في وشه ويسهلها على نفسه، ودايما بيقطع القريبه. الحمد لله النهارده احنا تعبنا كتير قوي النهارده في الماتش، وانا تعبت كتير قوي، والحمد لله ربنا كرمني بهدف النهارده الهدف الخامس. الحمد لله يعني يا نصيب، يعني لو عايزه تخش ربنا يدخلها لوحدها. بس هي كابتن احمد بيقول لي ومن بره ال 18 اول ما تعدي وتقطم على رجلك الشمال على طول من غير ما تبص شوت، وهي يعني هتروح لوحدها في الجون. يعني الحمد لله النهارده المباراه كانت يعني مش زي كل المباريات اللي احنا لعبناها قبل كده. هو كان في شويه صعوبه في الاول، بس بعد كده ان شاء الله الدنيا ظبطت وكده، والحمد لله بشكر ربنا ان ده اول ماتش ليا في الدوري وعلى يد الكابتن احمد سراج، والحمد لله والشكر لله على كل حال. يعني هو قال لي ما انزلش كتير تحت، ولما الكره تيجي العب اللي في وشي، واتحرك دايما على القائم الاول عشان اسهل اللي جاي في ظهري، ودي كانت ابرز التعليمات اللي اداني. يعني